أنا عبدو جولاني، حاصل على شهادة البي اي بالفن من جامعة بتسليل للفنون. أنا الآن أعمل كمدرس فن للأطفال بمدارس القدس الشرقية، بالإضافة إلى مشاركتي العديدة بمعارض فنية حول العالم. لقد عشت بمدينة القدس مع عائلتي المتدينة، فقد تربيت تربية إسلامية شرقية أثرت بطريقة تفكيري، ولكن هذا كله تغير عندما التحقت بالدراسة الجامعية. بدأت الاختلاط مع ثقافات متنوعة وحياة مختلفة، وخصوصا أني أتعلم الفن الذي يختلف تماما عن الذي تعلمته بالمدرسة، ثقافة جديدة وأفكار حديثة. كل هذا خلق لدي العديد من التساؤلات، ذلك بسبب النقاشات التي أخوضها عادة مع عائلتي على المائدة العشاء أو الغداء، أو حتى عندما نتناول الشاي، حول مواضيع متنوعة مثل الصواب والخطأ والأفكار الليبرالية والمحافظة، حيث تكون هذه النقاشات طويلة وعميقة عن الدين والفلسفة وحتى النسوية وقضايا المرأة. كل هذا ما أعطاني الإلهام، خصوصا بعد زيارتي للحرفي، حيث كان كل عمله يعكس الثقافة الإسلامية والشرقية. وبهذا تبلورت فكرتي لعمل تصاميم أطباق تعبر عن الصراع الذي لا طالما عشته به بين الثقافة الغربية والشرقية، لكي أصل للشيء يجمع بين النقيضين من خلال مجموعة من الأطباق التي تحفز وتخلق نقاشات مثل التي كنت أخوضها مع عائلتي. عندما بدأت بالمشروع تعرفت على الحرفي وعلى الطرق التي يعمل بها، شعرت بالبهجة عندما تعرفت وفكرت كيف يمكن أن نجمع بين الفن القديم واليدوي وتصميم الجرافيك، مما فتح لدي منظور آخر وفرصة للتجربة حديثة. التحديات التي واجهتها كانت بالبداية من محاولتي لإيجاد تصميم عربي إسلامي مناسب بالطريقة يمكن تطبيقه على الأطباق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل هذه الفكرة جديدة بالنسبة للحرفي. أيضا طبيعة هذا العمل تقوم باستخدام تصاميم ديجيتال، ولكن بأسلوب طباعة تقليدية تستهلك الكثير من الوقت والجهد، بخلاف أساليب طباعة حديثة التي يمكن أن توفر الوقت والجهد المبذول. كل هذا من أجل الحفاظ على لمسة الحرف التقليدية وعلى الطابع التقليدي الذي نحاول إبرازه من خلال الأطباق بتصاميمها الحديثة. بالنسبة للمواد المستخدمة، فهي عبارة عن أطباق هزفية، إضافة إلى صور وتصاميم عربية إسلامية غربية.